أبينا إسماعيل وأمنا هاجر. بئر لا تنضب بإذن رب البيت الحرام تسقي الحجيج جميعا. بورك فيك يا عبد المطلب يا سيد مكة. ثم إن عبد المطلب أخذ كنز زمزم إلى صاحب القداع في جوف الكعبة، فجاءت له وأخذ الكنز فضرب الغزالين الذهبيين على بابها وجعل قفلها ومفتاحها من ذهب. ثم إن عبد المطلب لما رأى من جرأة قومه وعشيرته عليه نذر إن رزقه الله 10 أبناء أن يذبح أحدهم. فتزوج عبد المطلب بعد سمرة العامرية 4 نسوة، أنجبوا له 10 أولاد، فقام ليوفي نذره، ووقع اختيار القداح على ولده عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أولاده إليه. لا ورب الكعبة، شن عبد المطلب لا تدعوه يفعل، وإلا صار سنة في قريش. ما أوفاك يا عبد الله وما أطوعك لأبيك؟ لا لا تفعل يا أبي. أرجوك لا تفعل لا تفعل، لعل رب البيت يجد لك مخرجا. إنه نذر وما كنت لأحنث بنذري أبدا. يا عبد المطلب يا سيد مكة لا تفعل لا تفعل. لا تفعل يا عبد المطلب. لا تفعل يا سيد مكة. ونذري نذري يا معشر قريش. إن عبد الله ابن عمتي فاطمة، والله لن نتركك تذبح. ونذري نذري يا مغيرة، لن أحنث به وأنا عبد المطلب. لا يا أبي لا، إنه أحب إخوتي إليه. لا تفعل يا عبد المطلب، لا تبيعني بعبد الله، إنه فلذة كبدك. يا طرار يا زبير أيها الحارث يا عبد مناف، ويحكم أخاكم. يا عبد المطلب يا ابن عم، إن ذبحت عبد الله لتصيرن سنة في قريش، فأنت قدوة فيها. والله والله يا عبد المطلب لا تذبح حتى تعثر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وما ترون يا معشر قريش وما ترون، ليس عبد المطلب من يحنث بنذر لرب البيت الحرام، وقد أكرمني برؤيا جاءت كفلق الصبح، فحفرت زمزم وطاب ماؤها شرابا لحجاج البيت. نذهب به إلى عرفة الحجاز، فإن لها تابعا، فسلها وأنت على رأس أمرك، فإن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه نفع قبلته. فالله إنه أحب أولادي إلى قلبي، فما زدت أن قلت هلم يا بني لأذبحك حتى قال لي دون أن يرف جفن له. اذبحني يا أبي وأوفي بنذرك. هيئوا الرواحل وهيا لنذهب إلى عرفة الحجاز، عسانا نجد عندها مخرج. يا رب الكعبة أنقذ عبد الله، ونذري ثقل شعري ذهبا وفضة. يا رب الكعبة أنقذ عبد الله، ونذري ثقل شعري ذهبا وفضة. أين وصلتم في بناء القليس يا ابن مقصود؟
إنه في مراحله الأخيرة يا مولاي. قريبا أنقل إليه رفاة شهيد نجران، فتصير كنيسة القليس آية من آية الدنيا في جمالها وروعتها وعظمتها. أهي على اسم شهداء نجران الذين أحرقهم دونواسا في الأخدود؟ بلى، ولسوف أصرف حاج العرب إليها. العرب يحجون إلى مكة، يزعمون أن سيدنا إبراهيم أقام قواعدها ويسمونها البيت الحرام. ويحهم، إنهم عبدة أوثان. لقد آن للعرب أن يدينوا بالمسيحية وروح القدس كما فعل أهل نجران، بل شهداء نجران، ومنهم جدنا الحارث. أسرع في إنهائها، إني بشوق لاكتمالها، ما أن تكتمل حتى أصرف حاج العرب إليها. كيف سيحصل ذلك يا مولاي الملك؟ حينما تكتمل لسوف أخبركم. ماذا يا عبد المطلب؟ أي بشرى؟ لقد نجا عبد الله. كيف؟ رويدا يا امرأة، دعيني ألتقط أنفاسه. ذهبنا إلى عرافة الحجاز، فسألتنا كم الدية فيكم، فقلنا لها 10 جمال، فقالت اضربوا بالقداح وزيدوها حتى يرضى ربكم، ثم اذبحوها قربانا عنه. مهما بلغت يا عبد المطلب. لو أتى فداء عبد الله على مالي كله، ومال بني هاشم، ومال بني المطلب، ومال عبد مناف، ومال قريش كلها، بل ومال كنانة. سأزيد بالإبل حتى يرضى رب البيت، وما إن ينجو حتى أزوجها. رحمك يا رب الكعبة. ولسوف أتزوج. افعل ما بدا لك يا سيد البطحاء، ولكن الفداء لعبد الله. أجل، الفداء يا عبد المطلب، الفداء يا سيد مكة. بل هو النذر، وموعدنا غدا في جوف الكعبة. هذا لعبد الله وهذا للابن. اضرب يا صاحب القداح، اضرب بقداحك يا اخي شوف. عبد الله يا رب الكعبة، اقبل فداء ولدي عبد الله.